بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. هنتكلم النهاردة عن كيفية تصميم مجلة إلكترونية على برنامج الباوربوينت. كثيرا ما يتعرض أخصائي الصحافة وأخصائي الإعلام التربوي إلى موضوع إن هو يعمل مجلة إلكترونية. مجلة إلكترونية عاملة زي الموقع بالظبط اللي بيكون على النت، أو موقع الفيسبوك، أو أي موقع عبارة عن مجموعة روابط في أحد الجوانب. بضغط على أي رابط فيهم أو أي صفحة بيفتح لي اللينك بتاعها، زي الصورة دي مثلا. هنا المفروض بيكون الموضوعات كلها، ماشي. أضغط على أي لينك بيفتح لي الصفحة بتاعتها. إزاي أعمل المجلة الإلكترونية على برنامج الباوربوينت؟ طبعا في برامج كتير جدا بتستخدم بتعمل مواقع، وممكن تعمل معايا المجلة الإلكترونية ببساطة، ولكن الباوربوينت سهل وبسيط وبرنامج مشهور وموجود في حزمة الأوفيس، وهنشتغل عليه على اعتبار ان هو يتم دراسته في دورات الاي سي دي ال والدورات المختلفة، وهو بسيط جدا وسهل جدا. المجلة الإلكترونية، عشان نعمل مجلة إلكترونية كويسة لازم أربع خطوات مهمة جدا. أول خطوة إن احنا نعمل تحديد للمحتويات بتاعة المجلة. أمسك ورقة وقلم كده واحدد ايه هي المحتويات اللي انا عاوزها في المجلة. تخطيط بسيط كده، عاوز صفحة رئيسية، عاوز مقال افتتاحي، بعض الحكم من اقوال الحكماء، من بستان النبوة، حديث شريف، وبعض ما يرشد اليه الحديث، صور من الانشطة المدرسية، حديث صحفي، قصة قصيرة، لوحة شرف، اخبار مدرسية، تحقيق صحفي، احداث جارية، كلمة عن الانضباط المدرسي، معلومة تاريخية، طرفة، يعني حاجات زي كده. يبقى اول خطوة تحديد المحتويات. الخطوة التانية اللي هي هنعمل فيها تصميم الصفحة الأولى ونسخها. هو ببساطة احنا هنعمل صفحة زي دي كده، ماشي، فيها نفس اللي في الجنب كده، فيها الأزرار ديت، البوتومز ديت، أو التكست بوكس، ممكن استخدمها تكست بوكس عادي أو أي أشكال شيبز كده، وأعمل لها روابط بعد كده. يبقى أنا هصمم صفحة، والصفحة ديت بعد كده هقوم بنسخها بعدد الشرايح اللي عندي، بعدد الموضوعات اللي عندي. انا عندي هنا 20 موضوع، هعمل 20 صفحة بنفس التنسيق، طبعا من غير الكلام اللي موجود في جوه ده، من غير الكلام اللي هو في الصفحة ده، ماشي. وهنشتغل ده عملي دلوقتي. الخطوة الثالثة ان انا هعمل للأشكال اللي في الجنب ديت، هعمل لها لينكات. الأشكال اللي هي ديت في الجنب دي، اللي في جنب الصفحة ديت، هعمل لها لينكات او روابط، هايبر لينك، تربطني بالصفحات المختلفة اللي موجودة في المجلة. الخطوة الرابعة والاخيرة، بعد ما اعمل الصفحات كلها 20 او 25 او 30 او 24 او اي عدد اللي انا عاوزه، خلصت من كده وعملت اللينكات كمان، خلصت كل الشغل ده، هعمل تحرير وتنسيق وكتابة الفنون الاعلامية. يعني مثلا في الصفحة بتاعت في الصفحة بتاعت ركن الموهوبين هحط صورة أحد الموهوبين في المدرسة، الطالب فلان، وهحط صورته وبعض أعماله وبعض البيانات عنه. في بريد القراء مثلا، في بعض القراء في العدد اللي فات بعت لنا بعض رسائل فيها بعض الملاحظات هنكتبها. ده طبعا العرض الأولي البسيط خالص، اللي هو إزاي أعمل مجلة إلكترونية على برنامج الباور بوينت. هنبدأ دلوقتي. أول خطوة احنا حددنا الموضوعات اهو، دي الخطوة الاولى، حددنا الموضوعات. الخطوة التانية ان انا هصمم الصفحة الاولى، وبعد كده هنسخها بعدد الموضوعات اللي عندي 22 موضوع، هنسخها 22 مرة. يلا نبدأ. هنفتح الباوربوينت، هروح على سطح المكتب، كليك يمين، نيو باوربوينت بريزنتيشن. هنا هسميه اي اسم، وليكن عاصم مثلا. هنعمل بوز ونبدأ ونكمل بعد شوية. فتحنا الباوربوينت، وبعدين احذف دي مش عايزها، واحذف دي كمان، عندي صفحة فاضية خالص. الصفحة ديت هبدأ اصمم فيها في الجنب ده كده، او في الجنب التاني، اليمين او الشمال، او فوق هنا، العشرين او الاتنين وعشرين شريحة اللي انا هشتغل عليهم. نبدأ من insert، هأضيف تكست بوكس عادي خالص اهوت، ارسمه وهكتب فيه اول حاجة كنا استخدمناها اللي هي الصفحة دي، الصفحة الرئيسية، بعد كده مقال افتتاحي، وبعدين من اقوال الحكماء. يلا من فورمات، بعض التنسيقات الخفيفة، هاخده كنترول سي وكنترول في، او هاخده كوبي بالسحب والادراج كده كده، كوبي هير، لصق لصق لصق
لصق اكتر من مرة. هنا اغير الكلام ده، اخليه المقال الافتتاحي من اقوال الحكماء ومن بستان النبوة. وطبعا ممكن اغير شكل من دول لشكل اخر كده مثلا، وبنفس الطريقة هاخد دول احددهم، اضغط على زر كنترول واحدد دول كلهم واخدهم نسخ ولصق تحت. وكل تكست بوكس من ده هكتب فيه اسم الفقرة اللي هو الفقرات اللي عندي اللي انا محضرها بحيث ان انا اشتغل منها. هنعمل بوز للفيديو، اكتب الفقرات ديت في التكست بوكس اللي عندنا وبعد كده نكمل. انا كده كتبت التبويبات الرئيسية عندي، هي 12، دول 12 تبويب، 12 تبويب. وهعمل هنا تكست بوكس كبير، انسرت تكست بوكس كبير كده اهوت علشان في الصفحة بحالها، عشان بعد كده احط المادة الاعلامية فيه. خلاص تنسيق كده بحيث ان انا اشوفه بدل ما يختفي مني، عشان تنسيق خفيف. خلاص، وهنا هعمل زر ادراج انسرت للاغلاق في شيبس اشكال من هنا من اللي تحت ده، ماشي. وهكتب عليه اغلاق هايبر لينك تو اند شو. اوكي، واكتب عليه اغلاق البرنامج. خلاص كده انا صممت اول صفحة، هاخد الصفحة دي كلها كليك كده واخد منها كوبي، وبعدين واحد اتنين هنسخها بعدد الشرايح اللي عندي. انا نسخت ال 12 شريحة، خلاص بقى عندي 12. الخطوة اللي بعد كده هضغط على اول شريحة وابدا ان انا احدد اول واحده واربطها بهايبر لينك. كليك يمين كده اهوت واقول له هايبر لينك تو، ديت هتروح ل بليس ان ذيس دوكيمنت للشريحه الاولى. اوكي، والثانيه كليك يمين هايبر لينك هتروح للشريحه الثانيه. ومن اقوال الحكماء هايبر لينك واروح للشريحة التالتة. ومن بستان النبوة هايبر لينك واروح للشريحة الرابعة، كليك يمين عليها هايبر لينك والشريحة الخامسة اللي بعدها، كليك يمين هايبر لينك الشريحة السادسة. اظن الموضوع سهل، وبنفس الطريقة نعمل الفاضلين دولت ونرجع تاني بعد البوز. خلاص كده انا انتهيت من عمل الروابط اللينكات لكل ال 12 شريحة دولت، 12 شكل شيبز اللي في الجنب ده همت، ماشي. هاخدهم اعملهم جروب تاني وبعدين احذف الاشكال اللي زيهم في الشرايح التانية واحطهم هم بدلهم. خلاص انا كده حذفت كل الشكل اللي هو ده هوت من كل الشرايح وسبت اول واحد بس اللي هو عليه اللينكات. بعد كده هاخد ده اللي عليه اللينكات دهوت، اخده بعد ما عملت له جروبنج، هاخده كنترول سي واروح في كل شريحة وانسخه تاني. كل شريحة هروح عنده واعمل كنترول في او اضغط لصق من هنا، من هنا كده، ماشي. هينزل معايا في كل الصفحات بنفس الارتباطات، في كل الصفحات بنفس الارتباطات. كده احنا خلاص وصلنا، خلاص فاضل لنا حاجه بسيطه خلاص ونخلص المجله بتاعتنا، ماشي. عشان الوقت بس عشان ما اطولش على حضراتكم، هعمل صفحه واحده فيها الفقره المنهجيه، ماشي، فيها بعض الكلمات، نضيف لها بعض الكلمات. الفقره المنهجيه دي اللي هي المفروض ادي 1 2 3 4 5 رقم 6، الشريحه رقم 6. هروح للشريحه رقم 6 وهضيف هنا فقره منهجيه. سريعا كده نفتح اي وورد كده ونضيف فيها. ببساطة انا عملت فقرة منهجية في الشريحة رقم 6. طيب نشوف كده احنا هنشتغل ازاي ولا الدنيا ماشية فيها ايه. هضغط على العرض التقديمي، طبعا هو عامل فول سكرين. هروح على اللينك ده هيشتغل معايا، اللينك بتاع الفقرة المنهجية هيفتح لي الصفحة بتاعت الفقرة المنهجية. خلاص بنفس الطريقة هبدأ في الشريحة الأولى، أقف فيها كده وأعمل هنا عنوان وشعار المجلة والناس اللي فيها والأخصائي واسمه وبياناته والطلبة اللي اشتركوا في
تصميم المجلة ديت والمدرسة وصورة للمدرسة وكده. الشريحة 2 اللي هي المفروض ان هي المقال الافتتاحي، هكتب هنا شوية كلام عن افتتاح العدد دهوت. وفي مقال في الشريحة الثالثة ديت اللي هي من أقوال الحكماء، هكتب هنا هوت من أقوال الحكماء وهضيف بعض الحكم. وفي المقالة في الشريحة الرابعة هحط من بستان النبوة حديث شريف وما يرشد إليه الحديث. في أي صفحة من الصفحات دي زي ما حضرتك شايف في إغلاق البرنامج، أول ما أضغط على البوتوم ده هيقفل معايا البرنامج. اللي عليك بس كل اللي عليك حضرتك إن أنت هتمسك بس الشرايح ديت وهتضيف فيها الفنون الإعلامية المختلفة. طبعا واضح خالص إن أنت ممكن تضيف هنا من تاب انسيرت اهوت، ممكن تضيف صورة، ممكن تضيف كلام زي ما انت عاوز، ماشي، وبراحتك خالص. وبعد كده بتعمل له حفظ باسم سيف از، وتحفظه على انه باوربوينت شو دي، تحفظ بدي كده اهوت، وتحفظ برضه في المكان اللي انت محتاجه سطح المكتب مثلا. اوكي سيف، هيحفظه لي هنا على انه شو. بعد كده لما تيجي تفتحه من على سطح المكتب المصغر ده، ماشي، هو هنا على سطح المكتب اهوت، تيجي تفتحه هيفتح معاك العرض التقديمي مباشرة، وهينتقل من شريحة للتانية بواسطة لينكس اللي حضرتك عملتها. تنسيقات كتير جدا ممكن تستخدمها في الباوربوينت، وممكن تضيف فيديو في مثلا الحديث الصحفي او كده، فيديو ممكن تعمل انسيرت لفيديو اهوت، ماشي، وممكن تعمل صوت مصاحب، وممكن تعمل تضيف صورة للمدرسة، صورة للأنشطة المدرسية، صورة من الفقرة المنهجية، صورة لقصة قصيرة. ممكن تزود طبعا عدد الشرايح ديت، انا اقتصرت بس على العدد دهوت علشان نشتغل عليه، والعملية بسيطة جدا وسهلة جدا. و طبعا بنرحب بيكم بأي استفسارات او تساؤلات او معلومات او اقتراحات او نقد حتى، ماشي، كل مرحبا بكم على جروب اخصائي الاعلام التربوي اخصائي الصحافة رؤية خاصة. معكم ابراهيم محمود مرسي، وارجو ان احنا نكون استفدنا من الفيديو ده هوت الكترونية من اعداد المجلة الالكترونية. واي صعوبة تواجهك في اعدادها ما تترددش ابدا، وتواصل معانا وان شاء الله نوصل لحل سوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.